تتعبني تتعبني عشق المراجل ولا به مجامل، بس في كيان الواقع، في هذا الكيان العظيم اللي فتح يدينه الكل محب والكل مبدع والكل منجز، هنا في شد حيلك مع أخوكم الصغير مشعل العنزي اللي يتعلم منكم الكثير. في هذه الفقرة، الحلقة المفقودة اللي كنتم دائما حريصين انكم تشوفون هذه الأشياء، الليلة حققنا مناكم. ليه نحقق مناكم؟ طبعا لأن في الواقع، الواقع تحقق أمانيكم. تحلم في الليل، الصباح تلقى تغريدة الواقع حققت حلمك. الليلة بنشوف في شد حيلك مع أخوكم مشعل العنزي كواليس ومشاعر وأداء، خوف، توتر قبل الوداع وقبل لحظات السلام. بنشوف في شد حيلك كل أمورهم. معي، خلكم معي مخرجنا الحلو، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية، منور الدنيا. على فكرة نروح يمين نروح يسار، حلو جوي. تعال هنا يا جماعة. صح أنتم ما شفتوا البرايم، شفتوا الأداء، شفتوا الزين كله هنا في البرايم، في هذا المسرح العظيم اللي راح يكسر قلبنا اليوم شوي في مغادرة أحد المتسابقين في أوائل البرنامج مع الزميل الغالي علي جدا عادل ابن هيف. لكن قبل ذلك نبي ناخذ المشاعر شوي، توترهم، خوفهم، منو اللي بيعود، منو اللي بيرجع، منو نتوقع، معي، منت معي، طيح ما طيح، خلوكم حولنا. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ لبيها مرني الأخ زياد. وصلت منور الدنيا. نورك بعدين. أمورك طيبة؟ الحمد لله. مرتاح؟ مرتاح، ماني مرتاح، تقول له خير. مشاعر متلخبطة مرة، قاعدة واسي قاعدة. عشان عايض وسالم. أنت البارح كن دموعك نزلت على أحد المتسابقين ما بعد الذيب في الزليب. نعم، و سالم وعايض ولا قصر اخويانا كلهم. إيه؟ نعم، بس هم اللي اثروا لي. ليه؟ اخي لان اخي مواقف تحت تصير عشنا اياها نصور. يا اخي يجي ينصح سوي كذا سوي كذا، ترى انت ما اديت ابدعت يا اخي. زياد اربع ايام خمس ايام صار لكم في البرنامج، تتوقع ان هذه مده كافيه انك تتاثر في خروج احد المتسابقين في اول برايم؟ ايه. وش الشيء العظيم اللي كان بينك وبين سالم؟ انه يعطيني باصات، ساعدني كل واقف مع زياد. هو ياي غير سالم؟ هاي اخوانك الباقيين كلهم ونعم والله يساعدون بعض، بس يا اخوي في فرق. الشخص اللي يحن لك ويقومك ويصحيك وي منو الحنون؟ سالم الحنون. نعم. وانت؟ اي والله سالم. سالم حنون. سالم بالنسبه لي ترى اخو كبير عندي. طيب والله وقف معي وقفات ما حد يدري عنه، لا جاء شافني متضايق، انا كذا مره اجي متضايق ويجيني وياخذني لين تحت البث وافضفض له وحشبه اخوي الكبير ونعم فيهم كلهم ما قصروا معي. بس سالم عندي انا يا حمد غير حشبه اخوي الكبير، والله يعني انا اتمنى انه ما يطلع ولا كشورهم في الربع، بس ان طلع راح نتاثر كلنا عليه. سالم ابراهيم بيطلع؟ لا ما بيطلع ان شاء الله، انه بيرجع. انا اسالك ايش فيك بسرعه قلت انه بيطلع؟ لا انا اسالك هل سالم برايم ولا لا؟ ايه هو من ضمن البرايم. هو من ضمن البرايم؟ اتوقع انه يطلع باذن الله. ما انت واثق بالله اني كاتبه الله؟ اللي صدمني اكثر متعب. متعب متعب بينور الدنيا اليوم، متعب اليوم بينور ستيج كله. احنا نبيها جميعا، وود لو ان على ود زياد ما يطلعون كلهم انهم اخوان. انتم ما تدرون ايش اللي تحت البث اللي يصير ومساعدات. هل زياد مستمر في الازدياد ولا ممكن ينقص مع الايام؟ باذن الله اني مستمر والقادم اجمل وافضل. الاسم لبيه. الاسم
عليه أو خلينا نقول معناها كبير. وكلمة ازدياد اللي كنت دائما أشوفك تقولها وأخويانك مرات يقولون زياد الازدياد وقروب دعمك وجمهورك ومحبينك، ترى الكلمة ما هي بسيطة. إذا أنت في كل يوم لازم تكون من الأشخاص اللي يبعثون الازدياد، مو بس على زياد، حتى على محبين زياد وأخوان زياد. خشمي هم يستاهلون والله كلهم. توعدهم؟ أقول أوعدهم بالقادم أجمل، وما أعطوا لي الاسم ذا إلا دروني إن شاء الله بأشلها أكتوفي وبجملهم بإذن الله. جعل ربي يوفق. حمد إياك. كلمة أوصلها إلى أخوانا المتسابقين، هذا ما أدري إيش أقول لك، المشاعر متلخبطة. طيب. إنه راح يطلع ناس ويدخل ناس، فما تدري المشاعر عندك متلخبطة، أنت ما تدري شو اللي راح يصير. فأنا أتمنى لهم التوفيق، وأنا أتمنى إن سالم إنه يكون موجود ولا قصورا في الربع. الباقيين طيب من تتوقع غير سالم بعد، أو من تبي يرجع غير سالم؟ كلهم أبيهم ولا قصورا. طيب. بالربع بس أقرب ناس اللي وقفوا معي. إيه؟ وقفات. نقول إن هذا رد جميل. والله لو بيدي كل شيء رديتهم كلهم وجيت بدالهم. يعني له جميل عليك سالم؟ كثير. سالم له جميل عليك؟ على نصه كامل. إي والله. تكلم باسمك، تعود على هذا الأمر يا زياد. جعل ربي يوفقكم وكلكم إن شاء الله. وبنشوفكم إن شاء الله اليوم بتنورون الدنيا إن شاء الله. معادل بن هيف. تفضلوا الهنجر، خلينا نشوف الباقي. يلا. بدري. هذه بعض الأمور اللي حنا بنشوفها أنا وياكم. في عندنا أشياء ثانية بنشوفها. تعالوا معي. وين بنروح؟ بنروح الهنجر؟ لا، في مكان أنتم تحبونه. تعال 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 يا حلو. تعال 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 تعال. حلو حلو حلو. الأمور طيبة يا جماعة. المتسابقين منورين الدنيا هنا. وين؟ في غرف النوم. ليه ما هم على البث؟ الله أعلم. خلونا نشوف The first group، يعني إنجليزي وكذا أقلد سالب الحزام. تعال تعال يا مخرج، تعال 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 تعال. خلك معي خلك معي. هنا 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 هنا. مالكم قفة يا رجال؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ أموركم طيبة؟ قرب يا مخرج معنا شوي. قرب قرب بعد. حلو. عين الكاميرا عندنا هذه بتكون دائما غير بس في شد حيلك، فعشان كذا خلك دائما الكلوز خلك قريب. ليه؟ لان بس في فقرتنا احنا كلوز مع المتسابقين. متعب؟ لبيه 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 ولا هلا؟ كلها لبيه وهلا ومرحبا. تفرق لبيه عن هلا؟ لا، اشوفها نفس الشيء عادي. تشوفها نفس الشيء بس يمكن معناها يختلف ترى في بعض. يعني اصبع العلم هلا. صحيح. وش اللي يختلف؟ متى تقول هلا ومتى تقول لبيه؟ لبيه للي يمون عليه. طيب. رسمي معه اقول هلا. الرسمي تقول هلا؟ الرسمي اقول معه هلا. ولبيه؟ ولبيه للي يمون عليه. يمكن اللبيه تقولها للي تحبه. بس لا، شخصيا انا. ايه. لاي واحد اقول لبيه. لاي شخص تقول لبيه؟ لاي شخص اقول يعني لبيه. تحب الكل؟ احب الكل. تمون على الكل؟ امون على الكل. لا. هذه شخصيتي عيوني. يعني انا امون على الكل. طيب اللي بقوله يا متعب، هلا بيه. انت جيت في البرايم اليوم صح؟ اي نعم. وبتنور الدنيا. بنورك يا حبيبي. اليوم بتنور الدنيا مع عادل بن هيف. حلوين. في اول برايم في برنامج مراجل. الله يجعلها خير. تكون من ضمن السته اللي راح يكونون اليوم على ستيج في البرايم. في حال كنت المغادر تكون لك كلمة أخيرة ولا بتكتفي بس نشوفكم على خير؟ لا والله، الكلام اللي بخاطري واجد واجد. بتحس إنك ظلمت نفسك لو غدرت؟ قوة. ليش؟ للحين ما قدمت شيء. ليش؟ باقي أطمع الأكثر وأكثر بإذن الله. طيب وش اللي دخلك هنا؟ من البرايم؟ إيه. الله ما أدري، هذه آلية برنامج ونحترمها ونقدرها. ها. الله. ما تدري؟ ولا أدري ولا أدري. أدائك. فواصل يمين يسار عدم ظهور البث. ها. راضي باللي قدمته. طيب كل ما فيني من قوه يا مرحبا. وما شاء الله فهد. الله الله، كيف الحال؟ الله يعافيك. امسك الماي. سلام. متوتر؟ نعم متوترين. وش اللي يوترك؟ وترنا خروج اخويانا كلهم للبراي. وين اخوك؟ موجود. موجود؟ نعم. في حال يا فهد وقفت انت وعايض
على ستيج مع عادل، وكان المغادر بينكم، واحد منكم يختار من المغادر، منو تختار؟ أكيد أنا. ليه أنت؟ لأن أخوي يهديه بروحي قبل كل شيء. إيه. وهو الكبير وأنا الصغير، والواجب مني إني أختار نفسي قبله. وسواء أنا اللي طلعت ولا هو اللي طلع، كلنا يا طويل العمر والسلامة نفدي الأرواح للثاني من غير البرنامج. المشاعر يعني أتوقع أنكم أنتم سمعتوا هذا الكلام. قال أخوي لأن الكبير، قال أخوي لأني أفدي بروحي، قال أخوي لأني تعلمت منه واجد، ما عنده مشكلة أن حتى يضحي في طموحه وفي نجاحه في سبيل أن أخوه يبقى في البرنامج ويكمل عنه. وحنا نقول جعل ربي يوفق الجميع بدون استثناء، لا شخص ولا شيء. طيب إيش فيكم؟ الله إيش نسوي جنبي؟ خايفين متوترين؟ الله يخوك صلى على النبي. إحنا خابرين آلية البرنامج هذه. طيب تمام؟ إيه. لكن ترى إحنا ندري إن ما حن باقدين اللي بروح هله. إيه. أكو والله العظيم إن بنفقد صدق شخص. شوف بدون قصور في الباقين، لكن متعب عندي يسوى شيء غالي، وأنا أعرف وش وراء متعب ترى. كل شيء أعرف وش متعب يعاني منه. خلك أعرف متعب وش. خلك نازل. متعب يعني لي الشيء الكثير. طيب. بدون قصور في الباقين، متعب أعرفه من أول، متعب شخص لو أتكلم فيه من هنا إلى ما نخلص البرنامج ما أوفي حقه. أسأل الله العلي العظيم. في حال كان المغادر متعب، كلمتك الأخيرة وش تقول له؟ أقول والله أني معك، والله أني حزامك واحتزم. أنا قد قلت هاميد اثنين والله العظيم يا هذا أنه ثالثهم يبشرون بالسعادة. وش اللي يميز متعب عن غيره؟ متعب يميزه أن طيبة قلبه وكفو، وغير قصورهم في الربع كله. والله العظيم يا متعب أنه شخص غير عن في نظري غير عن الكل. بنشوف إيه؟ بنشوف كلامك هذا اللي عن متعب في البرايم. باخذ مع ناصر. ناصر وشلونك؟ هلونك خير بشر. طيب الحمد لله. طيب مشاعرك قبل البرايم؟ والله المشاعر حزينة جدا. أكثر شخص بتفقده في البرنامج منه؟ والله كلهم غاليين جدا. لكن متعب اسمع مسمى أتعبنا بطيبة. يقول اللي يميز متعب طيبة قلبه. اللي يميز متعب عندك وش هو؟ جسمه متعب صح؟ وأتعبنا بطيبته الصحيح. ولا الود ودنا يطلع وما حد يطلع، لكن متعب انصدمنا صراحة يوم قالوا إنه في البرايم، لكن هاي برنامج نحترمها، لكن بإذن الله إن شاء الله هيرجع لنا بإذن الله. جعل ربي يوفقكم كلكم. إيش رأيكم نروح الهنجر؟ أبد اللي توي. يلا الله. هنجر. بس هنا في مراجل، هنا في مراجل نشوف الكثير، نسمع الكثير، التصريحات، الكلام اللي ما نقال قبل بينقال هنا، ينقال بس في شد حيلك. كانت الحلقة هذه المفقودة، يعني كنا نحب دائما نحب نعرف وش كواليسها، وش كلامها، وش عفويتها، وش تصاريحها. مخرج إذا طحت ترى أنت بتكون النكبة مو هو أنا، فإذا في شيء ورا يعلمني، مو طيحني ما طيح، يصير علق علي عاد ما طيح ما طيح.